هجمات سبرانية إلكترونية مباغتة تعرضت لها أوكرانيا يوم أمس، وكل أصابع الاتهام تذهب إلى روسيا بأنها هي من قامت بهذا الهجوم السبراني. وهذا الهجوم هو جاء على ثلاثة أماكن مهمة. الأول وأول مكان هو وزارة الدفاع الأوكرانية ومصرفين مهمين في داخل أوكرانيا. هنا نتحدث عن برايفت بانك 24، وهنا البنك الآخر وهو أوشاد بانك. وكذلك إن هنالك مؤسسة مهمة ألا وهي مؤسسة نت بلوكس، هي التي وثقت اللحظات الأولى لانقطاع الاتصال بالنسبة لهذين المصرفين. إذا ما ألقينا نظرة على مصرف برايفت 24 برايفت بانك 24 سنلاحظ أن الاتصال كان طبيعيا في البداية بنسبة 100% حتى وصولنا إلى هذه النقطة في الساعة 12 تقريبا بحسب هذه التوقيتات، تأتي ظهرا طبعا، وبعدها فقدوا الاتصال بنسبة كما نلاحظ 50% بالنظام الذي يمتلكونه، هو النظام الأونلاين الخاص بهم وغيرهم من الأمور البنكية. بعدها استعادوا الاتصال مرة ثانية وبسرعة، وسرعان أيضا ما فقدوا الاتصال بالكامل حتى وصلوا إلى نسبة 0% وفقدوا الاتصال تماما. وبعدها أيضا كما هو ملاحظ عاد الاتصال بسرعة كبيرة للغاية. وهذا التذبذب بهذا الشكل من الهجمات والقرصنة التي جرت هي كافية لإحداث الضرر في هذا البنك الذي نتحدث عنه. إذا ما انتقلنا إلى البنك الآخر ألا وهو أوشاد بانك لكي نلاحظ ما ثبتته نت بلوكس حول هذا الموضوع، سنلاحظ بأن أيضا كان الاتصال طبيعيا بنسبة 100%، لم يكن هنالك أي مشكلة، وبعدها فقدوا الاتصال بسرعة ليصل إلى نسبة 0% بهذا الشكل. ولذلك كان الوضع مربكا للغاية. دعونا الآن نتوجه إلى تفاصيل ما جرى بالضبط ولكي نعرف ما الذي تعطل بالنسبة لهذه المصارف. ولكن أولا لنتحدث عن وزارة الدفاع الأوكرانية، ما جرى معها أن الموقع الخاص بها توقف لأكثر من 4 ساعات، لم يتمكنوا من استعادة الموقع الخاص بهم. وكذلك بالنسبة إلى المصارف وما جرى معها، فإن هذه المصارف تماما فقدت السيطرة على أجهزة الATM الخاص بها ألا وهي طبعا أجهزة الصراف الآلي. لم يعد بمقدور أحد سحب الأموال أو إيداع الأموال في هذه الأجهزة. وكذلك بأن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الأونلاين بانكينج أيضا تم فقدان السيطرة عليها. لم يعد بإمكان أي أحد من دفع أي فاتورة، تحويل الأموال من وإلى، لم يعد بالإمكان السيطرة عليها، وبالتالي عطل مزعج جدا. ولكن الأمر الإيجابي الوحيد بأنه لم يتم التلاعب بأرصدة الزبائن في هذه المصارف. هذا هو الأمر الإيجابي الوحيد الذي خرجوا منه طبعا أو خرجت منه هذه المصارف التي نتحدث عنها. ولكن كل ما جرى يوم أمس هو تسبب بذعر غير طبيعي بالنسبة لأوكرانيا. بشكل رسمي هي اعترفت بهذا الهجوم ولكن هي لم تتهم أحدا. ولكن اليوم تقريرا استخباريا أمريكيا رفعت عنه السرية ونشر في الواشنطن بوست أوضح بشكل واضح ووضع احتمالية كبيرة بأن روسيا تقف خلف هذا الهجوم، وهذا ما ثبته التقرير الاستخباري الأمريكي. من المحتمل أن يكون قراصنة الحكومة الروسية قد اخترقوا على نطاق واسع الجيش الأوكراني والطاقة وشبكات الكمبيوتر الأخرى، وذلك لجمع المعلومات الاستخبارية وجعل أنفسهم في وضع يسمح لهم بتعطيل تلك الأنظمة إذا شنت روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا. وبالتالي هذه القضية طبعا أصبحت قضية مربكة للغاية بالنسبة إليهم. ولكن أيضا ما يثبت وما يعزز ما يأتي من هذا التقرير الاستخباري الأمريكي هو أمرا ثبتته أيضا سكاي نيوز البريطانية، وعادت إلى تاريخ الهجمات السبرانية. الهجمات السبرانية هذه ليست أول مرة نرى فيها هجوما سبرانيا من روسيا على أوكرانيا. الهجمات السبرانية كلها بدأت من قبل روسيا تجاه أوكرانيا. كما تحدثت سكاي نيوز هي بدأت منذ عام 2014 عندما قامت هنالك ثورة في أوكرانيا وتغير فيها النظام وأصبح مواليا أكثر إلى الاتحاد الأوروبي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى حلف الناتو. وكانت هنالك العديد من الهجمات السبرانية، واحدة منها هي كانت هجمات على الطاقة الكهربائية في عام 2015. كان هنالك هجوما واسعا أدى إلى عملية فقدان الطاقة الكهربائية في أوكرانيا لمدة 6 ساعات، و200,000 شخص في أوكرانيا لم يعودوا حقيقة، يعني قطعت عنهم الكهرباء. 200,000 شخص فقدوا الكهرباء في أوكرانيا في حينها لأكثر حتى من 6 ساعات. بل إن في عام 2016 عادوا مرة ثانية القراصنة الروس لكي يقوموا باختراق أيضا التيار الكهربائي
وهذه المرة التيار الكهربائي انقطع تماما من العاصمة الأوكرانية كييف. وأيضا كان هنالك هجوما سبرانيا أهم وأخطر من هذا، هو موجها ضد أجهزة مراقبة الإشعاع في تشيرنوبل، وهذا الأمر طبعا أدى إلى كارثة كبيرة وإلى خسارة مادية قدرها البيت الأبيض بقيمة 10 مليار دولار فقط من هذا الهجوم السبراني، بالإضافة إلى الكثير من الهجمات السبرانية التي جاء ضد الجيش الأوكراني ووزارة الدفاع وغيرها منذ عام 2014 حتى يومنا هذا. وهذا الأمر أيضا صرح به حقيقة هذا الشخص الذي ترونه أمامكم، وهو كيرن مارتن، الرئيس التنفيذي السابق في المركز الوطني للأمن السبراني في بريطانيا، وهو أستاذ الآن يعمل في جامعة أوكسفورد البريطانية. هذا الرجل أكد اليوم إلى سكاي نيوز البريطانية بأن أوكرانيا هي أكثر دولة على مستوى العالم وعلى وجه الأرض تعرضت إلى الهجمات السبرانية على الإطلاق، وتحديدا من روسيا. والسؤال هنا الأهم، ما علاقة الهجمات السبرانية بالغزو الروسي المحتمل إلى أوكرانيا؟ ما علاقة هذين الأمرين؟ هذا الأمر أجاب عنه هذا الرجل مايك ميكالن، وهو مدير شركة سيكيور ووركس للأمن السبراني، ووجد بأن هنالك علاقة بهذا الموضوع، وأكد الآتي إلى سكاي نيوز البريطانية. إذا قررت روسيا الشروع في عمل عسكري ضد أوكرانيا، فإننا نتوقع رؤية المزيد من العمليات الإلكترونية وربما أكثر عدوانية، أي زيادة الهجمات السبرانية، زيادة احتمالية الغزو. وهذا الأمر يتطابق تماما مع التقارير الاستخبارية الكثيرة التي نشرتها الولايات المتحدة الأمريكية عن احتمالية غزو روسيا إلى أوكرانيا، أن جزء من هذا الموضوع سيبدأ بهجمات سبرانية وبعدها يأتي الغزو مباشرة على أوكرانيا. والمثير أيضا بهذا الأمر بأن هذا الهجوم السبراني هو أتى بعد ساعات من إعلان الواشنطن بوست وكشفها عن أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن قاموا بتشكيل فريق اسمه فريق النمر، وأن الرئيس بايدن شكل هذا الفريق منذ نوفمبر الماضي من العام الماضي، نوفمبر عام 2021، ومهمة هذا الفريق هو التصدي إلى أي هجمات ممكن أن تقوم بها روسيا تجاه أوكرانيا. ومن ضمن هذه الأمور التي يتصدى لها هذا الفريق فريق النمر هي الهجمات السبرانية المحتملة. لذلك قد نكون أمام نوع من التحدي أو جس النظر بالنسبة إلى روسيا أو حتى التهيئة إلى أمر أكبر. وهذا طبعا الأمر والسؤال الأهم الذي يطرح اليوم، هل ستغزو روسيا أوكرانيا أم لا؟ هذا هو السؤال الأكبر الذي يطرح، وهذه القضية فيها تضارب في التصريحات كبير للغاية. بالنسبة إلى روسيا على مدار يومين، اليوم وكذلك يوم أمس، هي أكدت بأنها بدأت تنسحب من الحدود مع أوكرانيا، وحتى اليوم بيلاروسيا أكدت بأن يوم 20 فبراير سيكون هو نهاية المناورات بين القوات البيلاروسية والقوات الروسية، وعلى هذا الأساس في هذا التاريخ لن يكون هنالك أي جندي روسي على الأراضي البيلاروسية. كل علامات عدم الغزو وعدم وجود أي غزو موجودة من خلال هذه التصريحات. ولكن الرئيس الأمريكي من جهة أخرى جو بايدن أكد بأن لا زال هنالك 150 ألفا من الجنود الروس موجودين على الحدود، وممكن في أي لحظة أن يقتحموا أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك أن بن والاس وزير الدفاع البريطاني شكك في قصة روسيا، شكك في التصريحات الروسية، وقال بأننا نعم نحن سعداء بسماعنا لهذه التصريحات، ولكن ليس هنالك دليل ملموس، لا نرى هذا على الأرض يطبق، القوات لا زالت في أماكنها وفي قواعدها. وهذا الأمر هو الأمر المقلق بالنسبة إليهم. أما بالنسبة إلى ما يجري على الأرض، فهنالك قضية كشفتها شركة بلانت يوم أمس، هي تجري تحديدا في هذه النقطة التي ترونها. دعونا نذهب إلى الأقمار الصناعية لكي نلقي نظرة على ما يجري وما كشفته شركة بلانت عبر الأقمار الصناعية. الأمر هو مرتبط بهذا النهر، طبعا هنا بيلاروسيا كما نلاحظ وهنا أوكرانيا، وهذا هو النهر الذي هو طبعا متعلقة به القضية، وتأتي هذه القضية بهذا الاتجاه، وهذا بريبيت هو اسم النهر. طبعا بريبيت هو النهر الخاص الذي طبعا يأتي من بيلاروسيا ويدخل إلى الأراضي الأوكرانية. هذه القضية إذا ما ذهبنا إلى تحديدا وحاولنا أن نقترب من النقطة التي أشرنا إليها، سنلاحظ النقطة هي تبدو بهذا الشكل. هذه هو الجزئية التي ركزت عليها بلانت، كما نلاحظ هنا نحن أمام تفرعات بهذا الاتجاه، والنقطة التي ركزوا عليها هي بهذه النقطة كما نلاحظ. دعونا نذهب إلى بلانت، إلى الصورة التي طبعا الجوية التي قاموا بأخذها. هذه الصورة هي تعود كما نلاحظ كما أرخوها إلى 14 من فبراير،
وهو طبعا يوضح بشكل واضح أي قبل يومين من الآن بأن ليس هنالك شيئا على المياه وعلى هذا النهر الذي نتحدث عنه. ولكن بمجرد ما نذهب إلى يوم أمس أي بعد يوم من تاريخ هذا التاريخ الذي ثبتته طبعا بلانيت، سنلاحظ بأننا أمام جسر بني بسرعة كبيرة جدا في ليلة وضحاها، وتم التأكيد بأن هذا الجسر هو تم بناؤه من قبل القوات الروسية تحديدا. كيف يغير هذا من المعادلة ومن قضية الغزو، وما علاقة هذا الجسر في هذه القضية؟ إذا ما توجهنا إلى صورة أوضح لكي نفهم أهمية هذا الجسر ولماذا هو له علاقة بهذا الموضوع، كما نلاحظ هنا هذه هي الحدود مع روسيا، من هذا الاتجاه روسيا، وهذه هي بيلاروسيا، وهذه هي الحدود تقريبا بين أوكرانيا وبين روسيا. وكما نلاحظ بأن الطريق السابق الذي كانت تستخدمه القوات الروسية في العادة عندما تأتي من روسيا هي تستقر في هذه القاعدة، وهي يامبول بيس، وهي قاعدة يامبول، تستقر هنا وبعدها تتحرك في بيلاروسيا. وبالتالي عندما تريد القوات الروسية الموجودة في هذه القاعدة التوجه إلى الحدود الأوكرانية، فعليها أن تقطع هذا الطريق الذي هو باللون الأحمر والذي يصل إلى مسافة 167.2 كيلومتر، طريق طويل للغاية من أجل الوصول إلى أول جسر موجود على هذا النهر، من أجل الوصول إلى الحدود. الآن الطريق الجديد باللون الأزرق مع وجود هذا الجسر الذي تحدثنا عنه بهذا الاتجاه، يستطيعون قطع المسافة بمسافة 96.3 كيلومتر، أي بما معنى بأنهم اختصروا على أنفسهم أكثر من 70 كيلومترا، تقريبا 50% من الطريق اختصر بالنسبة إليهم، وبالتالي أصبحوا أسرع، أصبحت أقل تكلفة، وأصبحوا أكثر تأثيرا من خلال الوصول بهذا الاتجاه. وبالتالي إذا ما عدنا مباشرة إلى هذه الخارطة لكي نعرف هذه النقطة وهي كم تبعد عن الحدود الأوكرانية، كما نلاحظ الجسر هو بني بهذا الاتجاه، وبالتالي له أهمية استراتيجية، خاصة وأن القوات بمجرد وصولها هنا بالنسبة للقوات الروسية مع بناء هذا الجسر يوم أمس فقط يكون على بعد مسافة 6 كيلومتر للدخول عبر الأراضي الأوكرانية، طبعا عبر الأراضي البيلاروسية عفوا، إلى الأراضي الأوكرانية. وإذا ما ركزنا على هذه النقطة لكي نفهم هذا الموقع ما الذي يعنيه بالنسبة للقوات الروسية، لنتذكر هذه النقطة لكي نأخذ صورة أبعد من الأقمار الصناعية، سنلاحظ بأن هذه هي النقطة الحدودية التي ركزنا عليها بهذا الاتجاه. طبعا تدخل القوات الروسية وبالتالي من عبر 6 كيلومتر عندما تأتي بهذا الاتجاه فهي ستكون على بعد 104 كيلومتر فقط من كييف العاصمة الأوكرانية، وبالتالي هذا يختصر الكثير على الروس ويصبحون أخطر. فبناء هذا الجسر هو لا يوضح بأن القوات الروسية لها نوايا انسحاب، على الأقل مما كشفته طبعا بلانيت، وما يزيد الطين بلة ما كشفته الاي بي سي نيوز الأمريكية كذلك من مصادر خاصة ليلة يوم أمس، بأن هنالك بعضا من القوات الروسية الآن توجهت وتحركت إلى مواقع لإطلاق النار في مع الحدود مع أوكرانيا. لذلك نحن أمام تضارب حقيقي في الأنباء بين التصريحات الروسية، بين التصريحات الأمريكية، بين ما يجري على الأرض. يظل السؤال الأكبر، هل سيكون هنالك غزوا أم لا؟ وإن لم يكن هنالك غزوا، من سيكون الرابح ومن سيكون الخاسر، وكيف سيغير من معادلة العالم وقوى العالم بشكل وميزان قوى العالم بشكل عام؟